طلاب الصف الحادي عشر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل اليوم ما أخذناه في الحصة اللي فاتت اللي هي العين. اليوم بناخذ كيفية الإبصار في العين. طبعا عرفنا أن العين تتكون من 3 طبقات، هي الطبقة الصلبة والمشيمية والشبكية، وعرفنا أن الشبكية هي المنطقة التي تتكون فيها الصورة. اليوم بناخذ الإبصار. طبعا أول حاجة بنعرفوا أن الضوء مهم وضروري جدا جدا لحدوث عملية الإبصار. كيف أن الضوء ضروري جدا لحدوث عملية الإبصار؟ لأن أشعة ضوئية ساقطة على الجسم المراد رؤيته أنها بترتد تلك الأشعة من الجسم وبتولي على العين. كيف بتولي على العين؟ أن الضوء الساقط على الجسم بينعكس وبيولي على العين، حيث تنكسر خلال بيقابل أول حاجة القرنية كما هو موضح بالرسم، ثم بيلقى الخلط المائي اللي موجود خلف القرنية مباشرة، وبعد الخلط المائي بنلقوا العدسة. يعني نلاحظوا أن هذا الجسم المراد رؤيته سقوط أشعة الضوء عليه ثم انعكاسها أو ارتدادها حتى تصل إلى القرنية. خلف القرنية يوجد الخلط المائي وهو الغرفة الموجود في الغرفة الأمامية. خلف الغلف الغرفة أو الخلط المائي بتوجد العدسة، ثم بتنعكس الأشعة بتصل حتى إلى الشبكية، تتجمع في بؤرة على شبكية العين. شو بتلقى في شبكية العين؟ إن أول حاجة بنعرفه إن شبكية العين هي أكثر منطقة حساسة للضوء. علاش؟ لأنها بتحتوي على الخلايا الحساسية للضوء اللي هي المستقبلات الضوئية اللي هي العصي والمخاريط. لذلك بتتكون لي صورة طبقا لشدة الإضاءة، يا أما بتتكون على في العصي يا أما بتتكون في المخاريط. نحن نعرف أن العصي المسؤول على الرؤية في الضوء الخافت، بينما المخاريط المسؤولة على الرؤية في الضوء القوي. طبعا هنا بتتكون عندي الصورة على الشبكية. فشو بتكون شكل الصورة على الشبكية؟ بتكون يا أما صورة مقلوبة يا أما معكوسة يا أما بتكون مصغرة. طبعا تلك الصور المتكونة على الشبكية بتنتقل على هيئة نبضات، حيث يحدثها الضوء الساقط أما زي ما قلنا على العصي أو المخاريط عن طريق شنية، عن طريق العصب البصري. لأن العصب البصري متصل بنهاية هذه، يعني نهاية العصب البصري متصل بمؤخرة المخ، حيث يفسر الدماغ تلك النبضات ويعطينا نقدر نشبه الجسم بشكله وحجمه الطبيعي. على الرغم من أن الصورة يا سبحان الله المتكونة في شبكية العين بتكون يا أما مقلوبة يا أما معكوسة يا أما مصغرة. هذا بالنسبة لطريقة الإبصار أو كيفية الإبصار. بعدين بيجي دور العدسة أو كيف يمكن ضبط البؤرة أو ضبط الصورة. طبعا نعرف إحنا في الكاميرا العادية نقدر نضبط أي صورة مراد اتخاذها عن طريق عدسة الكاميرا، لكن في الثدييات إن العدسة شو بتكون؟ العدسة الموجودة في العين بتكون ثابتة في مكانها. علاش؟ بواسطة شنو؟ بتكون بواسطة الأربطة المعلقة الموجودة حوالين العدسة. طبعا إذا كانت العدسة مثبتة بصرامة لتكوين الصورة واضحة، نقدر نشبه احنا نضبط الرؤية بالنسبة لرؤية الصورة للأجسام القريبة وللأجسام البعيدة. لذلك احنا نقدر نستنتج تعريف، هذا التعريف يسمى بضبط البؤرة، وهو أو يعرف بالموائمة، يعني وهي عبارة عن ضبط العدسة العين حتى تتكون صورة واضحة على شبكية العين للأجسام الموجودة عند مسافات مختلفة. بنجو شو معناها الأجسام الموجودة عند مسافات مختلفة؟ بناخده كيفية ضبط البؤرة أو الصورة في الرؤية البعيدة اللي هي 7 أمتار أو أكثر، وفي ضبط البؤرة أو الصورة في القريبة. بنجو أول حاجة بناخده ضبط البؤرة أو الصورة عند الرؤية البعيدة اللي هي بتكون 7 أمتار أو أكثر. نعرف احنا ان عدسة العين مثبتة بواسطة شنو؟ بواسطة العضلات الهدبية كذلك التي تكون مرتبطة مع العضلات المعلقة او الاربطة المعلقة. طبعا شو بيصير العضلات الهدبية؟ احنا نعرف ان العضلات الهدبية عضلات لا ارادية، وهي بتكون عضلات دائرية الشكل.
بيصير لها عملية ارتخاء أو انبساط، بالتالي بتنعكس هنا العضلات أو الأربطة المعلقة، هنا بيصير لها عملية انقباض. يعني لما بيصير انبساط للعضلات الهدبية بيكون انقباض للأربطة المعلقة. لما بتنقبض الأربطة المعلقة بيكون هنا قوة الجذب، أو بتجذب حافة العدسة المرنة التي شو بيصير لها، تزداد تسطح وتصبح أقل تحدبا. لما بتكون العدسة أقل تحدبا تزداد حدة ضبط الرؤية للأجسام البعيدة على البقعة المركزية. هنا بتكون البؤرة المتكونة على الشبكية، هذه تسمى بالبؤرة المركزية في شبكية العين، بذلك يرى الشمس، يرى الشخص الأجسام البعيدة بوضوح. يعني عند الرؤية في الأجسام البعيدة شو بيصير للعضلات الهدبية؟ بيصير لها عملية انبساط، بينما العضلات أو الأربطة المعلقة بيصير لها عملية انقباض، وبتزداد حدة البؤرة، تكوين البؤرة على شبكية، وبيقل تحدب العدسة. بينما الرؤية في الأجسام القريبة هنا بيكون العكس، بينما يعني كيف يكون احنا في الأجسام البعيدة بتنبسط العضلات الهدبية، هنا شو بيصير لها؟ تنقبض العضلات الهدبية، بذلك بترتخي الأربطة المعلقة للحدث العدسة. لما الأربطة المعلقة العدسة بيصير لها عملية انبساط، هنا العدسة بيزداد تحدبها، عكس الرؤية في الأجسام البعيدة بيكون تحدبها قليل، أن التحدب متاعها يزداد. عندما يزداد تحدب العدسة وبتكون أكثر سمكا، يمكن تجميع الأشعة المتفرقة من الجسم القريب، وتتركز تكون هنا تتركز البؤرة في الصورة، بتكون متركزة هي في بؤرة الشبكية، بتكون هنا الصورة أوضح بالنسبة للأجسام القريبة. مثلا لو خدينا احنا كتاب وقدرنا نبو نشحو الكتاب من وضع قريب، شو بتكون هنا الأربطة؟ بتكون عملية هي هل بتنخفض أو تنبسط؟ هنا الأربطة بيكون لها عملية شني، عملية انبساط، بينما العضلات الهدبية بيكون لها عملية شني، عملية الانقباض. في حاجة تانية تسمى بنقطة القرب، وهي التي يكون فيها الجسم قريبا جدا من العين. شن بيصير فيها في نقطة القرب هذا؟ شن بيصير للعين وشن بيصير للعضلات الهدبية والأربطة المعلقة؟ طبعا كلما استمر اقتراب الجسم من العين كلما يؤدي إلى ضبابية وعدم وضوح الصورة المتكونة على الشبكية. علاش؟ لأن العدسة تعجز عن ضبط الصورة بدرجة أكبر من ذلك. يعني احنا لاحظوا معي وجربوها بروحكم، خذوا الكتاب وقربوه لأقرب ما يمكن من العين، هل تقدروا تشبحوا الكتابة بوضوح؟ لا. علاش؟ لأنه بيصير جهد على العدسة، والعدسة معاش تقدر توضح للصورة، وتبدأ معاش عاجزة عن ضبط الصورة بدرجة أكبر من ذلك. لذلك احنا ما نقدروش نشبحوا الجسم لما بيكون قريب جدا 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 من العين، لذلك هذه تسمى بنقطة القرب، حيث يكون فيها الجسم قريبا جدا من العين. عندنا حاجة تانية تسمى بالرؤية المجسمة. الرؤية المجسمة هو للإنسان، عندنا احنا طبعا عينان الإنسان يستطيعان رؤية الجسم بشني، يعني عند رؤية في مجال الرؤية تكون العينان متراكبتان، يعني نقدر نشبح الجسم بعملية تبادل، بحيث الجسم نقدر نشبحوه من اليمين ونقدر نشبحوه من اليسار. لكن نقطة يعني يمكن للعين التركيز بؤريا على نفس الجسم، لكن في كل صورة بتكون مختلفة عن الصورة الثانية، لكن يقدر الدماغ يا سبحان الله يفسر تلك الرؤية، بالرغم من أن كل صورة بتكون لها مجال معين خاص بها. هذه تسمى بالرؤية المجسمة. يعني الرؤية المجسمة هو تلقي كل عين صورة مختلفة نوعا ما عن الأخرى، حيث يستطيع الدماغ تفسير الصورتين معا، ويمكن من رؤية جسم ثلاثي الأبعاد، وهو ما يطلق عليه بالرؤية المجسمة. كذلك الرؤية المجسمة ورؤية الجسم ثلاثي الأبعاد يقدروا، هي هذه صفة تتميز بها الحيوانات المفترسة، حيث تحتاج للرؤية المجسمة لتستطيع الافتراس. وهناك حيوانات بتكون لها مجال أوسع زي الأرانب، حيث توجد أعينها على جانبي أعلى الرأس، لذلك يمكن الرؤية بتكون في مجال أوسع، بذلك بتكون هنا
كملنا باب العين وعرفنا تركيب العين وعرفنا وظائف كل جزء من العين وعرفنا كيفية الإبصار وكيفية التحكم في كمية الضوء الساقطة على العين.